كتير صعب تلاقي شخصين سوشيال ميديا جينيوين الصحبة تبعتهم، أو إنه ما فيها تنافس أو ما فيها إشي زي هيك. طبعا أنا شوي عم بميل إنه أحكي بنت مع إنه الصبايا مع الصبايا وشباب مع الشباب، لأنه بحس كتير بيختلف موضوع لما يكون صحبة بنت مع شاب different، إنه كل واحد بيكون اتجاهه بشي تاني، صعب تلاقي هاي الغيرة منافسي بالغيرة بس يعني البنات مع البنات إلا ما يكون في هذا الإشي. بالنسبة لي بحس إنه مش موجودة عندي، لأنه خلص بحس كل واحدة بطريقة مختلفة، بشوف كل بنت إنه مميز بإشي مختلف. وما عندي، لما أشوف البنات أول يعني أول ما أشوف بنات أنا من النوع اللي هاي كيفك بروح بسرعة، ما عندي إنه أنا عاملة حالي مش شايف إيدك ويلا، وهاي الأجواء كلها ما بحبها بالمرة.